أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أصلح رجل بين شخصين متخاصمين في مال ورضي في هذا الصلح، ولكن هذا الصلح لم يكن على ضوء الكتاب والسنة، فهل يأثم هذا الرجل أو يأثم المتخاصمان؟ إذا كان فيه جور وظلم فلا يجوز، إذا كان فيه جور وظلم فلا يجوز. الصلح إنما يكون بالعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. نعم. أما إذا كان فيه جور وظلم فلا يسمى صلحا، إنما يسمى ظلما. نعم.